حميدة حمدي صباح الفل يا باشا 13 8 13 كلها معلم محمد معايا صبري البسام انا امل عم محمد سيد حبيبي محمد معايا في 13/8 ربنا يتم عليك بخير. على عيني يا صاحبي والله. يا حبيبي يا ابو تريكه. الله احلى معلم المعلم وحيد السعيد فبيسالونا يا جنان قول يا عم نور قول يا عم نور اللي غير طبعنا السعيد السعيد في عيوننا تقل خير اشرح الاحمر واحد مننا وبيسألونا ايه اللي غير طبعنا يقولونا تقل خير الرحمة راحت مننا عايشين على عصابنا عمر اللم ما زاد لقمة عيشنا فوق السما وانتوا تقولوا نصيبنا دنيا ودايسة علينا في الغرب التسينا بالحزن وبيغني جيراننا بينا بنينا يا ريت ما نوم ده احنا تعبنا جبنا اخرنا يا مطلع علينا صوبنا الامر اليك المحترم حمادة العفيفي بيقول ولاد سلاطة صباح جميل لكم يا رب احلى محمد هذا صباح في حاجة بلدنا لما عبد السمارة عبد الصباح لكل الحضور اولاد العفيفي اللي انت في خليك فيها باشا يا مطلع علينا فوضنا الامر اليك بس كنت بتسمع ليك يا عم حمادة يا مطلع علينا فوضنا الامر اليك ومن باغي علينا لا شكوى الا اليك ومن باغي علينا لا شكوى الا اليك اول ما كتب الالم كتب الالم الله
كتب الألم. يا جماعة لسه شوية. الله الله. أول ما كتب الألم كتب الألم. الله ينور عليكم. محمد رسول الله. كم من السطر بمحمد رسول الله. وأمينة ولدته. أمينة ولدته وجي إبراهيم سماه. سماه محمد. وحد الله. وحد الله. سماه محمد. رسول الله الله. بقول لكم ايه؟ ردوا عليا. بقول لكم ايه؟ من تاني والكلام ده من تاني والكلام الحلو بيجيب فلوس. وابو عمير كل واحد ورزقه. احلى بنوره ارزاق يا حمدنا. يا مطلعين علينا فوضنا الامر لك. يا مطلعين علينا فوضنا الامر اليك. دي كمان صب عليك حماد العفيف والبتنون والعفاف يعني. بقول لك عبد سماره. ولا من باغ علينا. ومن باغ علينا لا شكوى الا اليك. اول ما كتب الالم كتب الالم. أول ما كتب الألم كتب الألم الله. وكمل السطر بمحمد رسول الله. كمل السطر بمحمد رسول الله. وأمينة ولدته وجي إبراهيم سماك. عمول سما محمد. وحد الله. سمى محمد رسول الله. الله الله. بقول لكم ايه؟ بقول لكم ايه؟ بلدكم حلوه. الفرح ده حلو. طب اللي موحد بالله هيقوم يقف. اللي موحد بالله هيقوم يقف. بابا يا بابا يا بابا. بابا يا بابا يا بابا. سبحان الله.
حط لي على السلامه علو بقى العماني.